ألو ألو أيوة يا أمي إيه يا حبيبتي عاملة إيه أخبارك إيه الحمد لله تمام بخير والأولاد بخير الحمد لله الحمد لله والله تاني يا أمي تاني اتخانقتي معاها تاني عارف يا أمي عارف عارف معلش معلش إحنا اتكلمنا في الموضوع ده كتير والله أكيد أه طبعا تأنسي 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 تشرفي يا بصي هي المشكلة بس إن أمل يعني هي كانت مسافرة أنا أنا معرفش هي يا يا رجعت في, في, في كلامها ولا طب إديني خمس دقايق أرد عليك هرد عليك حاضر 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 ماشي يا أمي ماشي باي باي ألو أيوة أمل أيوة ماما أمي كلمتني و كالعادة طبعا اتخانقت مع جوز اختي و... ومشيت من البيت. عارف 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 والله العظيم قلت لها انا قلت لها ان انت احتمال تسافري و وال... هعمل ايه؟ طيب م... هي 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 مشيت من عندهم يا امل حاضر 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 خلاص حاضر حاضر ماشي حاضر يلا باي الو <applause> الو ايوه يا امي اه 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 احتمال تسافر اه والله مش عارف اعمل ايه والله طيب طب طب انت ازاي هتتصرفي هتعملي ايه يعني طيب خلاص شوفي هتعملي ايه وانا عامه موجود كلميني في اي وقت ماشي ماشي يا امي ماشي حاضر ربنا يخليكي يلا خدي بالك من نفسك حاضر سلام ده مثال صغير من من اللي بيحصل كتير آه مثال رد الجميل اللي ما فيش ام ولا اب بيستنوه من من ابنهم او بنتهم آه اعتقد ان ان ده حاجه ما, ما اعتقدش ان في ام او اب يقدروا ان هم يستحملوها انا رحت آه على دار مسنين قابلت القصه اللي انا حكيتها لكم دلوقتي الفكره مش ان احنا ازاي نخلي الابن يحس بامه او نخلي البنت تحس ببنتها بامها الفكره كلها ان ان الناس دي ما بيبقاش عندها حل غير ان هي تروح دار المسنين ما عندهمش مكان تاني بس الفكره ان هم لما يروحوا ما يلاقوش المعامله حتى اللي تعوضهم لو جزء من الحنيه اللي هم بيبقوا محتاجينها وده بقى موجود كتير جدا في نسبه كبيره من الدارات المسنين اللي موجوده عايزين نحاول ان احنا على الاقل نقدر ان احنا نفيدهم في ده نقدر ان احنا نحط قوانين في الفضارات تخلي على الاقل ان يتعوض لهم الحنيه اللي هم محتاجينها ما اعتقدش ان انا اقدر ان انا اصلح بين اب وابنه او بين ام وبنتها دي حاجه لو مش موجوده يبقى هو ما يستحقش ان هو يبقى ان هو يحس الاحساس لان هم خلاص يعني هم وصلوا اللي هم عايزينه الاب والام خلاص بقى كل واحد يتصرف والابن عايش حياته ما فيش اي مشكله ما اعتقدش ان هو ده اللي هم محتاجينه ودي مش مشكلتي انا مشكلتي ازاي اعوضهم ده في مكان هم في الاخر بيلجأوا له لان ما عندهمش غيره الرساله دي هم وصوني ان انا اوصلها لكم لان عارفين ان انا في ايدي ان انا اقدر ان انا اوصل لكم وان احنا نلاقي حل لده وأعتقد إن هي دي المشكلة اللي بتواجهني ومش هطول عليكم يمكن أنا لما بروح بحاول أطلعهم من ال... من المود اللي بيبقوا فيه بحاول أوصلهم شوية من الحنية اللي هم مفتقدينها اه... بنقعد نتكلم ونحكي نغني فأنا وعدتهم إن أنا في حاجة بغنيها لهم دايما أنا عايز أوصلها لهم عشان عارفين إن يمكن هم بيتفرجوا عليا دلوقتي وعارفين إن أنا بنقل لكم ده فانا هوصل لهم ده بالاغنيه اللي هم بيحبوها ست الحبايب يا حبيب يا اغلى من روحي ودمي يا حنينه وكلك طيبه يا رب خليك يا امي يا ربي خليكي يا أمي يا ست الحبايب يا حبيب زمان زمان سهرتي وتعبتي وشلتي من عمري ليالي ولسه برضو دلوقتي تحملي الهم بدالي أنا موت وتبات تفكري وتصحي من الأدان وتيجي تشقري يا ربي خليكي يا أمي يا ست الحبايب يا حبيب تعيشي لي يا حبيبتي يا أمي ويدوم لرضاكي دانا روحي من روحك انت وعيش من سر دعاكي تعيشي لي يا حبيبتي يا امي ويدوم لرضاكي دانا روحي من روحك انت وعيش من سر دعاك نور عيني ومهجتي وحياتي ودنيتي لو طرتي دي هم دول هم هديتي يا ربي خليكي يا أمي يا ست الحبايب يا حبيب يا حبيبة وحبيبة آه، يمكن الموضوع اللي أنا كلمتكم فيه ده ممكن يكون ناس كتير بتواجهوا ناس كتير كلمت فيه متشاف كتير بس هو الفكرة ان هو ملف بيتفتح بنتكلم فيه بيتقفل وهكذا أه نفسي ان احنا نفتح الملف وقبل ما نقفله نحط فيه ورقة حل يمكن نوصل لحاجة لان اعتقد ان ايا كانت المشكلة اللي احنا ممكن نواجهها هي دي اهم مشكلة في الدنيا كلها لان احنا موجودين بسببهم فما ينفعش ان يكون رد جميل بالشكل دا اعتقد ان أنت تقدروا توصلوا لي لو إنتم اقتنعتوا بدا كل حاجة موجودة من بياناتي برا و... يا رب اكون قدرت اقنعكم بده لانهم هم يستاهلوا ميرسي ميرسي اكيد انه الموضوع اللي طرق له عباس محمد عباس اليوم هو موضوع كثير مهم بس انا بالنسبه لي كان لازم يتعالج اكيد بغير طريقه لانه حسيت كان في شويه ملل خلال مروره رغم انه الموضوع كثير مهم يعني ما ما بقلل من اهميه الموضوع او من الفكره تبعه في فكره محمد بس انا بالنسبه لي اول شيء بالكلام عم بعمل جهد لافهم شو عم بقول احسن شوي من الاسابيع اللي ولكن اللفظ بعد بده يكون اوضح والانتونيشن الاداء بالصوت وعم يحكي بده يكون مقنع اكثر كان عم يحكي كل الوقت بزيت بذات المونوتوني ما 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 خلاني انجبر اسمع شو عم بيقول بالنسبه للمغنى برجع بشدد على محمد انه ينتبه على انه يعمل كنترول على قفلاته على اخر احرف بالكلمات وبالجمل والبوزيسيون بده بوزيسيون وضعيه الصوت بده ينتبه لبعض مع اللفظ حتى يروح اللي باقي من النزال اللي عم بيطلع من المنخار بصوته محمد عنده مشكله بس كون عم بيحكي مش واضح صوته وواطي صوته بالع صوته ما, ما يعني ما عم بيوصل ما عم بيوصلنا هيدي مشكله ما نشتغل عليها مش مجددا على الدكسيون هلا في شغله تانية بالصفوف عم بيشارك كثير منيح انا مبسوطه منه ما عم بيعطيني برات الصف ما عم بيعطيني مثل ما بالصف عم بيشارك عم بي صوته عم بيظهر لبرا منيح عم بيرن تحت وفوق هون بحس في مطارح ضيفة في مطارح منيحة لازم بقى يشد على حاله محمد لأنه تما يكون بالخطر أنا حبيت فكرة انه هو عم يحكي عن الختيارية وقال انه انا ما بدي فوت بتفاصيل هلا اقعد اعمل مثاليات انه اقول للولاد حبوا اهلكم وكذا خلص المشكلة وقعت وهيك صار طب ما زال المشكلة وقعت لشو هالتليفونات بالاول يعني هيدا الموضوع بالاساس لإلو امي ومرتي ومرتي وهيدا المثل عم بصير ما بهمني قال رح روح دغري على الختيارية فاذا لا شو عم بتفرجينا كنت دغري خبرنا انه في ختياريه متروكين ما بهمنا ليش متروكين بهمنا النتيجه نحن ما بدنا ناكل بدنا ناكل عنب ما بدنا نقتل النطور بدنا نساعد هالختياريه نكون معهم والموضوع كثير مهم كثير مهم انه نعوض لهم لانه عاده يلي بيكونوا هنيك نصهم او ثلاث ارباعهم ما حدا بزورهم الموضوع مهم الاغنيه ما فيها كثير تفتيش يعني ست الحبايب انه عن الام بس محمد يعني وقتها عم يطلع بالبرايم عم بغني حلو وعم بكون حضوره حلو وعم يتطور وهالشاب حساس وصحيح ما بنفهم عليه هو عم يحكي بده ينعطاها الملاحظة يعلي صوته بس حساس ومن الشباب اللي تطوروا انا بشوف وحلو موضوع اللي اختاره منه ايفال عاطل يعني يعني وسط منه عاطل ابدا أه كمان محمد جاي من السفر بتصور هلا يعني واضح انه مش محضر هذا الايفال ابدا أه بغض النظر عن عن جد قديش بحب هالصبي وقديش بالصف بيشتغل وعندي بالتحديد يعني بصف المسرح كثير بيعمل جهد وكثير بحب يتعلم ولكن ما راح فوت بتفاصيل اليوم سفره لانه نحن ولا مره اخذنا بعين الاعتبار يعني السفر او التعب انا بدي اشوف الافعال مثل ما هو ما فهمت هالاتصالات بالاول وهالحكي على التليفون ما فهمت شو شو علاقته بموضوع الدار المسنين انه الواحد ما يحط المسن يعني يتخلى عن اهله انا مع هيدا يعني الموضوع رائع انه ما لازم ينحط المسن يتخلى عنه اهله وولاده وعائلته رائع كثير موضوع حلو بس ليش تعالج بهالاتصالات ورايح وجاي وما عم نفهم شو عم بيقولوا ما عم نفهم كيف نط على هال الموضوع وبعدين ليش هالاغنيه يعني وكانه المسن هو بس ام لا يعني هو ام واب هو المسن يمكن خال عم حدا كبير بالعيله ممكن العيله تحضنه يعني حسيت انه كمان بعد مرة حسيته قريب لإيفال علي يلي إنه طب مش عيد الأمهات هون تنغني يعني مع إنه أنا بعبدها للأغنية وكثير حلوة بس بدنا نحدد المسن مش يعني أم بس ودار يعني المشكلة إنه ينزت الكبير بالعمر بدار المسنين ما إلها علاقة بالمشاكل اللي بالعيلة إذا تخانقت مع الحما ومع الكنة ومع البنت ومع جوز البنت و يعني انخلط الحابل بالنابل بهالايفال وفعلا انا ما فهمته صرت عم بركز بالاخر تعبت يعني تعبني ايفال محمد كتير تعبني ما عم بقدر افهم فلسوء الحظ يعني ما كان موفق اليوم بالايفال انا اليوم تفاجات انه رجع محمد عباس شوي سكر تمه بالمغنى يعني رجع الصوت كنا بلشنا نسمع صوت عباس وناخد منه كل الاشياء الحلوه وهالاحساس الروعه اللي عنده اياه، اليوم حسيت شوي تمه مسكر و يعني كانه عم يغني بقلبه هو الاحساس كله جوا اه ما بعرف اذا التعب او اذا هو هالقد تاثر بالغنيه هالقد الاحساس تبعه خلاه يرجع يدب صوته لجوا اه عن جد نحن بنقول له هيك لانه قد ما عنده قصص حلوه بدنا نسمعها اكثر وبدناها كلها تطلع لبرا أه بركة التعب وإن شاء الله يقدر بعدين يتخلص من هيدي العادة السيئة بمغناه ونسمع كل صوته برا